أساسا حضرتك نعرض بعض من آراء السادة المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي في فكرة إزاي إن الميراث أو عفوا إزاي إن مال الأب ممكن إن هو الأب يهبه لبناته أو لأولاده حتى على حياة عينه، وبالتالي يعني أو الأم على فكرة نعم بالظبط مثلا أي صاحب مال يتصرف فيه كيف صحيح الشيء. ولكن ده بالذات الحقيقة السيدات والبنات على السوشيال ميديا اليوم تعليقات لازم تعرض لان فيها قصص اجتماعيه لازم تتقال. نشوف مثلا سلسبيل بتقول: الخلل في تطبيق المسلمين دايما، ما هو لما يموت محدش بيعبر البنات وبيطبق القوام عليهم، بالعكس بتقول بالعكس لو طالوا يحرموهم هيحرموهم، فالبنات وقتها موقفهم ايه؟ محتاج افهم. بترد عليها وسام بتقول لها: دي حقيقه للاسف، وضيفي عليهم لو طالوا يدفنوهم بالحياه هيدفنوهم. طب ده واضح شوف في خلل يعني. وصلنا لايه في مضايقه المراه؟ صحيح. هو ده اسلام؟ والله ما هو اسلام ولا دين ولا اخلاق. يعني احنا تقلنا على البنات لغايه ما ابتدى البنات هيدفنوهم ده الاهل عايزين يدفنوهم بالحياه يعني، مش بس يدفنوهم الميراث. الشعور ده يعني. ده شعور سلبي للغايه، انك تشعر انه صاحب من كنت هترمي نفسك في حضنه علشان تأمن انه هيقتلك. ايه ده؟ كيف يعيش الناس بهذا الشعور؟ يجب علينا ان نراجع انفسنا في كل هذا. سحر البدوي برضو سحر ليها تعليق بتقول: من حقه يأمن حياة بناته اذا ما كانش عنده الا بنات، لان باقي الورثة مش بيظهروا الا ساعة الورث، وده بيحصل كتير. ساعة الورث يقولوا احنا عايزين حقنا، وهم بيبقوا مقاطعين الراجل ولا مقاطعين الست ولا عمرهم سألوا عليه. ومرت علينا حالات هم لا يعرفونهم اصلا، يعني مش يعرفوا اسمهم وتليفونهم، بس ما بيزورهمش، هم مش عارفينهم. مظبوط. هو ده الوارث ولا لا؟ او غائب دائما، لا شارك في مهمة ولا في تحمل مرض ولا في خدمة ولا في اي حاجه، ولا سال بتليفون حتى طول عمره، ولا سأل يجي ولكن ان كان الاب ترك شيء يستحق ان يشاركه في الميراث. وهبا هنا ساعتها هتيك كلام البنات اللي قبل كده، انه علموهم انه لازم يراعوا البنات ويشرفوا عليهم ويكونوا في الحنان والامان والرعايه والعنايه الى اخره. طيب تقى بتقول: هو لما يكتب لبناته هيكون نيته ايه غير انه يحرم اخواته من الميراث؟ يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا، نياته كتير. حضرتك ابويا كتب كل ما يملك ابتداء كمان لولاده، وكان لما يشتري حاجه جديده يكتب التلت والتلتين للواد والبنت. طيب ده كان قصده ايه؟ طب في ولد هنا بقى، ها الولد ده لا في بقى اخوة ولا في اب، لان ابوه مات، جدي مات وجدتي ماتت، وكل حاجة بيكتبها لينا علشان الاجراءات، علشان السهولة، علشان اشياء كثيرة جدا في تراتيب الحياة، من ضمنها انها انظمة ضرائبية. تتصور كان عندنا بقى ساعتها حاجة اسمه رسم الايلولة، لما كان يعمل كده ما ندفعش رسم أيلولة، ما يعملش كده يدفع رسم الأيلولة. رسم الأيلولة الحمد لله اتلغى وكذا إلى آخره، لأنه كان فيه شيء من المغالاة. زي ضرائب التركات كده مولانا؟ لا زي ضرائب التركات، ده رسم الأيلولة كان رسم إضافي وكان يصل إلى التلت. والتركة وهي بتتنقل لازم اللي هتتنقله يدفع عليها فلوس إلى التلت، يعني 30% من الميراث ده اللي هيتنقل، من الثروه كلها 30%. كله ده اتلغى الحمد لله في التطور التشريعي اللي مرت به مصر من ابتداء من السبعينيات. يعني في اواخر عهد عبد الناصر ابتدت الامور دي تتعدل، لانها كانت موروثه من قبل ذلك لما كان عدد الناس قليل، فكانت الاشكالات دي ما تظهرش. لكن بعد كده في تطور تشريعي ضخم حصل في هذه المجال. حضرتك انا عايز بس افهم تقى
اللي هي بتقول اللهم أم نيته ايه. ده نيته إيه؟ حاجات كتيرة. ده نيته تثبيت الملكية، نيته تدريب الأولاد على التعامل مع الملكية. أنا عايز أطمئن إن بناتي هيديروا الحاجات دي كلها، مش هيبيعوها، ومش هيبيعوها بأبخس الأسمان. ما همش محدثي بدعة نعمة جات لهم هذه النعمة فمش عارفين يتصرفوا فيها. ولذلك أنا كاتب تقريبا كل حاجة عندي بأسماء بناتي، ربنا يبارك فضلتك وبارك بس ممسكهم الإدارة وعاملين صندوق علشان يديروا الأملاك دي. تدار إزاي؟ نقابل مين؟ مين المسؤول عن الحتة دي ومين المسؤول عن الحتة دي؟ وإيه الورق المطلوب وإيه الكذا إلى آخره؟ دي عملية صعبة جدا. بعد كده يتوهوا في الحياة، أنا مش قادر أتصور. إحنا بنعمل بنات كده دي، يعني ده البنت يا أخي إنسان مهما كان. فأقول لطقة يا طقة لا، فيه أغراض أخرى يا ماما، ليه أغراض كثيرة غير نية إنه يحرم، إنه يحرم التاني. وهو أساساً التاني اللي هيتحرم ده ممكن هو يعني يموت قبل الرجل اللي مستني ياخد تركته. تماماً. يعني وارد. وارد. يعني إذن القضية خلينا بس ماشيين بالشروط. إيه الشروط؟ إحنا بنعالج ما قبل الوفاة في حالة الحياة، في نعم. حالة الحياة، وبنعالج هنا في الميراث ما بعد الوفاة. نعم، بارك الله فيكم مولانا. طيب ناخد الأستاذ محمود فهيم بيقول: يتحجج بعض الإخوة بموضوع الود والصلة والمواسم في تأجيل تسليم الميراث أو الاستيلاء عليه من الأخوات من البنات، فهل الميراث علاقة بصلة الرحم؟ وهل جعل الشرع للذكر ضعف الأنثى ليودها بهذه الزيادة؟ ده منتشر عندنا في الريف. تحياتي للولي الصالح المصلح دكتور علي جمعة شمس مصر وديجورها. ما هو لما بدي للولد الأخ أنا كلفته بالنفقة على أخته، لو طلقت، لو ترملت وزوجها لا قدر الله مات، ده لازم يصرف عليها. ولو ما صرفش ده احنا بنروح لحضرة القاضي يفرض عليه النفقة. يعني ده واجب شرعا ووضعا. فإذا بديله الزيادة دي علشان يقوم بواجباتي التي كلفته بها. صحيح. فأدي الحكاية. يعني القضية عندنا بقى في بعض البلدان الأرض ما تروحش للبنات. بنسمع وبنشوف ده كتير. ليه؟ قعدت مع كبار منهم قلت له ليه الأرض ما تروحش للبنات؟ ده حقهم شرعا. وقال لي لا، خلي بالك بقى، ولادنا فيهم اسمنا، فيهم العيلة بتاعتنا اللي هي مالكة هذه الأراضي، لكن ابن البنت فيه عيلة واحد غريب جه خطف مننا البنت وخلف منها العيل ده. فأنا لو عطيتها للبنت دي اللي هي من عيلتي اللي هي أختي هتنتقل الملكية إلى الآخرين. وفهمت ساعتها حكمة ربنا من نظام الميراث، وأنه لا يريد تراكم الثروة في يد بعضهم وفي يد فتتحول إلى إقطاعيات بما شاهده الإقطاع في العالم كله من فساد وطغيان. هيصل بينا إلى فرعون وهو بيقول وهو مالك للأرض وجنن لغاية ما ادعى الألوهية: أليس لي ملك مصر وتلك الأنهار وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ الله، أنت يا فرعون، هذه الأنهار اللي بتجري من تحتك أنت مالك للأرض. قال أنا مالك للأرض. فتجنن. فلا، لازم ندي للبنات أرضها وتتنقل الملكية وتتشتت الثروة. جدي عمل 30-40-50 فدان، أمي اتفتتوا مش 50 بعد كده 50. النظام الإنجليزي القديم كان الابن الأكبر ياخد كل الثروة، فحصل ما يسمى بعصر الإقطاع. وحصلت منه بلاء ومصايب
الله أعلم بها. فالنظام الرباني يريد تشتيت وتفتيت الثروة حتى يتم هذا التوزيع العادل الذي أراده الله. طيب برضه أستاذ محمود بيقول يعني فكرة إن الذكر بياخد ضعف الأنثى عشان في عليه تكليفات إن هو يودها، طب إيه الموقف بقى من اللي خد الضعف ولا يتحمل شيء تجاه أخته مثلا المحتاجة الدعم أو محتاجة إن هو يسأل عليها أو ينفق عليها أو يساعدها مثلا؟ سيحاسب يوم القيامة. سيحاسب. نعم. وبرضو لا لا أنا ببعت رسالة لبعض الدعاة إنه بلاش حكاية سيدخل النار دي، لأن إحنا في غفران وفي حساب وفي كذا. يقول مثل هذه الألفاظ سيحاسب يوم القيامة، يقول مثل هذه الألفاظ لا ده غلط، ده حرام، ده ما يرضيش الله كده. لأنه الحكم على شخص بأنه هيدخل النار ولا ما يدخلش النار غير سديد. بارك الله فيك. فيعني بلاش، لأنه يعني احنا بنزهق الناس بالشكل ده. وانا كل حاجه هتقولوا لي هدخل النار هدخل النار هدخل النار، خلاص بقى نار بنار يعني. يعني صحيح والكلام ده غير صحيح. مين اللي قال لك انه ده اللي هيدخل النار؟ مين اللي قال لك انه هيدخل النار؟ حتى لو كانت معصيه يا سيدي، ما هو يمكن ربنا يغفر له، ما يمكن ربنا سبحانه وتعالى يسامحه، ما يمكن. وليه احنا ما ندخلش مع ربنا في الجمال؟ بلاش الحكايه دي، والعياذ بالله بنشارك ربنا في الحكم يعني. يعني بلاش كده يا اخوانا، وخلينا نبدا صفحه جديده بحب وبود وبجمال وبرحمه، لان المعاني دي مهمه جدا في هذا المقام. بارك فضلتك. طب اختتم بتعليق الاستاذ احمد يسر، بيقول احمد يسر بيقول الاب حر يكتب اي حاجه لبناته طول ما هو عايش، وفي فتوى من الازهر بكده ومن بعض العلماء، ولم يذكر في القران او الاحاديث ما يمنع من كتابه اموال الاب لبناته في حياته، وده راي الافتاء، وحتى حاطط اللينك الخاص بدار الافتاء على الشاشه. تمام. هنعمل ايه؟ على فكره الكلام اللي احنا بنقوله ده من 100 سنه وهو شغال. صحيح. يعني انا مش عارف لما نقوم بالغروشة على نفسنا ونخلط ما بين حال الحياة وما صحيح. بعد الوفاة. صحيح. الحياة حاجة وهو حر يكتب اللي هو عايز، ليها حكمها، وبعد الوفاة دي قصة تانية وليها قواعد وميراث وشرع. وأنا بقول للناس أهو بوضوح بوضوح، استقرت الفتوى منذ أجال بعيدة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه كيف شاء وعليه، فيجوز لمن شاء أن يكتب ما شاء لمن شاء. بارك الله فيكم مولانا. وأعتقد يعني الأمر كده النهاردة، بحلقة النهاردة بالذات كده حسمت، بانت، ظهرت، مفيش فيها أي تغبيش زي ما يعني يمكن أن يقال في الإطار ده. أنا بشكر فضلتك. شكرا لك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. الدكتور علي جمعة، بارك الله في حضرتك.